الله تعالى أن المكتب لم يتوقف عمله في ظل هذه الأزمة، بل مع بداية الأزمة عقدت ورش عمل كثيرة عبر وسائل التواصل للخروج بأفضل الوسائل الممكنة لإيصال الدعوة إلى الله. فكما قلت لك للمساجد يتم إرسال المحتوى لأئمة المساجد لتوزيعه على جيرانهم وجماعة مسجدهم. المحاضرات والدروس والكلمات أصبحت تقام إلكترونيا عبر المنصات المكتب، ما شاء الله، باللغة العربية وبغير اللغة العربية. الدعوة إلى الله لغير المسلمين ما زالت مستمرة، بل زاد عدد الداخلين في الإسلام أكثر من ذي قبل. وأنتم استهدفتوا كبار السن وحتى الأطفال، يعني البنين والبنات، لديكم يبدو مسابقة. نعم، على بصائر. نعم، يعني على البنين والبنات. لما ذكرت الصغار، هناك برنامج سواعد، كانت لقاءات وملتقيات تقام في المدارس لطلاب المرحلة الابتدائية. لما جاءت هذه الأزمة نقلت هذه الدعوة للصغار أو الملتقيات أو البرامج التفاعلية للصغار عبر وسائل التواصل. تم التواصل مع المشاركين في الملتقيات وغيرهم، يعني نشر عبر وسائل التواصل، من أراد المشاركة يشارك عبر رقم البرنامج، برنامج سواعد. فيها جوائز الشيخ؟ نعم، فيها جوائز، جميل. جوائز أسبوعية وجوائز في نهاية الملتقى، فيها حفظ للقرآن جزء عما، ويكون هناك تسميع على ثلاث مراحل، جميل. حفظ لحصن المسلم وتسميعها على ثلاث مراحل. هناك برامج تعليمية، برامج إيمانية للأسرة، بل حتى برامج تفاعلية مع الأسرة، كيف يساعد أهله في المطبخ، كيف يقيم يعني يصمم برامج معينة. نعم، تصميم برامج معينة. نعم، بل أقيمت مسابقات تفاعلية بين المشاركين، وأنا أتكلم حتى من واقع مشاركة. يعني ابني الصغير الله يصلح عمره 9 سنوات، الله يصلح، كان في أول الوقت يلعب هنا وهناك وعلى التلفاز وعلى لما جاءت مشاركة سواعد أصبح الجهاز في يده ويترقب كل ما يرسل في الملتقى، ما بين يجلس يحفظ الجزء المقرر، يحفظ الأذكار، يشارك في المسابقات التفاعلية، يشارك في البرامج، حتى التعليقات على الصور يرسل في حساب تويتر. جميل. صورة هادفة، اكتب تعليق، اي اكتب تعليقك على هذه الصورة محددة. طيب يا شيخ، في السعودية ولا لا؟ هو مفتوحة، مفتوح للجميع. جميل. المشاركة، لكن جميل. كان المستهدف أصالة هم طلاب الملتقيات الذين يحضرون، ولكن فتح المجال للجميع بالمشاركة. ابنكم هذا